ممكن تقعي على مهلك على مهلك واحدة بس واحدة. بس حبيبتي على مهلك بس بروحة. يلا يا رزة بسرعة عشان تيتا تعبانة. يا ماما ايه يا حبيبتي؟ انا عايزة اجر هاسبورت. تأجري؟ لا يا فيروز تيتا تعبانة ولازم نروح نشوفها يا حبيبتي. لا يا ماما انا عايزة اجر هاسبورت. ما ينفعش اسيبك يا فيروز لوحدك. لا يا ماما انا عايزة اجر هاسبورت. ازيك يا ام امنيه عامله ايه؟ ازيك يا ام فيروز الحمد لله. عامله ايه حبيبتي امنيه وسكر عاملين ايه؟ والله تمام الحمد لله. بصي يا ام امنيه هي مصممه ان هي تاجر هافر بورد ماشي؟ تنور. بصي انا ماما تعبانه ولازم اروح اشوفها ضروري ما ينفعش اسيبها لوحدها. ينفع بس اسيبها معاكي؟ تمام في عينينا الاثنين. بس بالله عليكي تخلي بالك منها وما تسيبيهاش. حاضر حاضر اللي انت عايزاه. ماشي والله انا مضطره معلش. لا ولا يهمك. بصي خلي ال 100 جنيه دي معاكي شوفي بقى هي عايزه تاجر ايه لحد ما اجي. خلاص تمام. والنبي خلي بالك عليها. ازيك يا فيروز؟ ازيك فيروز؟ فيروز ما تطلعيش بره فيروز وتخليكي ماسكه في ايديها ماشي حبيبتي؟ ماشي يا ماما. يلا امانه معاكي والنبي. امانه والله دي فيروز دي حبيبتي دي حبيبتي يا فيروز. ازيك يا طنط ندى؟ الحمد لله يا حبيبتي. عند اذنكم بقى عشان مستعجله. اتفضلي. يلا يا سوكا شوفي فيروز عايزه تعمل ايه وركبها لها. ماشي يا ماما. يلا فيروز الكاس. ماشي. هاتي ساعدها. ازيك يا فيروز؟ الحمد لله يا طنط ندى. بس برافو عليكي بتعرفي تركبيه حلو قوي. شكرا. يلا لفي لفي لفي. برافو يا فيروز. ايه الحلاوه دي يا فيروز؟ شكرا يا طنط. جميله يا حبيبتي جميله. كمان معاها يا سوكا. ماشي يا ماما. تعالي تعالي تعالي. برافو. خدي شيليهم في الشنطه اللي تحت السرير. يلا يا حبيبتي بسرعه. ماما ايه يا امنيه؟ انا عايز اسالك سؤال. قولي يا حبيبتي. هو احنا ليه بناخد الحاجات اللي مش بتاعتنا يا ماما؟ يا امنيه كل شويه انا تسالي نفس السؤال وارد عليك. اقول لك سكان العماره مش معنى ان هم متعاطفين معانا يعني هيسيبونا قاعدين هنا طول العمر. يا امنيه مع اول مشكله خدوا شنطتكم ويلا امشوا من هنا. فانا بامن مستقبلنا يا امنيه عشان اشتري المحل واحط فيه بضاعه كتير يبقى عندنا مصدر دخل تاني. ما الموضوع ده يا ماما بصراحه مضايقني قوي يا ماما. شاطره يا فيروز شاطره. مضايقك الموضوع قوي يا امنيه؟ مضايقني قوي يا امنيه. طب اللي احنا فيه ده احسن ولا يرضيك يا امنيه اروح اتجوز راجل يبهدلنا؟ هقول لك حاجه انا اللي هتجوزه ده انا مش عارفه دماغه حلوه ولا وحشه ولا بيفكر فيكوا تفكير حلو ولا وحش. اجوزه يبهدلكوا؟ طب افرضي يا امنيه اتجوزته راح قايل لي ارمي بناتك دول في الشارع هضطر ارميكوا. هرميكوا طبعا يا امنيه. فاهمه ليه يا امنيه؟ مين احنا يا ماما؟ يا حبيبتي ما انا ساعتها هبقى ضعيفه. انا دلوقتي لوحدي قويه لكن لو اتجوزت راجل هبقى ضعيفه وهسمع كلامه. يا امنيه يا حبيبتي هيبهدلكوا يا امنيه. انا مش عايزه اعمل حاجه تضايقكوا في حياتكم ولا تبهدلكوا لكن بقى عارفه يا امنيه اللي احنا فيه ده دلوقتي احسن حاجه. اليومين دول اي واحده لابسه دهب عيله صغيره نقلبه الدهب ونشيله معانا ونروحوا نفتحوا المحل اللي نفسنا فيه ونملوه بالبضاعه اللي احنا نفسنا فيها وناخدوا بعضينا ومش هنعملوا حاجه وحشه تاني خالص. وعد مني ليك. بجد يا ماما؟ وعد مني ليك يا امنيه. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ويخليكي ليا. بس اهم حاجه ادخلي دخلي الحاجات دي يلا في الشنطه اللي تحت السرير بسرعه. حاضر. يا حبيبتي حاضر. يلا ربنا يهديكي يا امنيه. يا ماما ايه يا سوكا؟ ليه ما سبتنيش اسرع منها الغوايش؟ اما انا كنت عايزه اسرقهم. لا يا سوكا ما ينفعش دلوقتي. لو ام فيروز جت لقيت الغوايش بتاعتها مش موجوده هتقول لها مين اللي كان بيلعبك يا فيروز؟ هتقول لها ايه؟ سوكا. هتقول لها سوكا. هتيجي طبعا هتزعق لسوكا انت سرقتي الدهب بتاع بنتي. ساعتها انت هتعملي ايه؟ هتعيطي وتحلفي بالعظيم وبالمصحف ان انت ما سرقتيش حاجه. وطبعا بنتي صادقه ما بتكدبش صح. ولو عرفتي تسرقي تسرقي كمان. شاطرة يا ماما تصدقي ما جاتش معايا كده؟ انا عيالي ما بيكدبوش ابدا ابدا. انت يا امنيه هتعملي ايه لو حد جه يكلم اختك؟ انا هعمل يا ماما اللي انا اقول لهم عشان ابويا ميت هتعملوا فيا كده. انا يتيمه ابويا ميت هتيجوا عليا. ماشي وهصوت وعيط جدعه.
فهمتوا يا حبايبي؟ انا مش عايزاكوا ابدا تكدبوا، بناتي حلوين عمرهم ما بيكدبوا ابدا. انا خلاص يا ماما بقيت معاكوا، اي حاجه تقولها لي اسمع كلامك، عشان انت يا ماما كلامك صح. انت بتعملي كده احسن ما تجيبي حد يبهدلنا ويقول لنا كلام وحش. والله انتوا احسن بنات في الدنيا. انت ماشي كده ليه؟ عامل شيء نازلك وابتدى بايظ. طب دي بايظه. طب دي بايظه. يا حبيبتي يا سوكا، يا حبيبتي ما تتعادل يا ولا. شبك دي يا سوكا. عايز ايه؟ عايز اجر اي لعبه من دول. خد يا ده. الحلقه دي اسمها حلقه ايه؟ عرف دي اسامي زيها ولا ايه؟ معاك كام يلا؟ 20. روح للحلاق بسرعه. ايوه قول له عايز اعمل حلقه رجاله. وانا مش راجل ولا ايه؟ لا مش راجل. ماشي ينفع كده يا ام سوكا؟ سوكا قالت لك ايه؟ روح للحلاق احلق حلقه رجاله. اسمع روح يلا مجنون يا مفول. يا مصدي انت. انا مصدي الدغوه دي بتحبيني يا ماي لاف. حبك بورسي. امشي يلا. امشي يلا والله جبت وقفتك دماغي. يا حبيبتي يا سوكا اتعادل يا ولا. يخرب بيتك ماي لاف. انت عارفه يا سوكا كنت جاي اخطبك يا سوكا، الخاتم اهو. امشي يلا من قدامي. هي بنتك دي ام سوكا؟ ام سوكا قالت لك ايه؟ قالت لي امشي. امشي عينيا موصولي دماغي. انا هشرب قهوه. امشي يلا يا مصدي. يا نهار ابيض على مشيتك. يا هند. نعم يا بابا. انا هروح الشغل دلوقتي. ماشي يا بابا. ايه؟ انا هاجر السكوتر ده. السكوتر ده؟ اه يا بابا. ده سواقته صعبه. ما انا هتعلم عليه يا بابا. طب تعالي يا ام امنيه. ايوه يا ابو هند. والنبي هند بنت عايزه تركب السكوتر اللي هو البنك ده. من عينيا الاثنين. هو سواقته صعبه فعايز حد يقف معاها. انا هقف معاها. خلاص امنيه هتقف معاها. تمام. ماشي يا هند. ماشي يا بابا. تخلصي وتطلعي على فوق على طول. حاضر يا بابا. اروح الشغل انا. ماشي يا بابا. ماشي اتفضلي 200 جنيه اهي ولما ارجع من الشغل هحاسبك. طيب تمام يا ابو هند. عايزة حاجه يا هند؟ على سلامتك يا بابا. باي باي يا حبيبتي. يلا يا امنيه تعالي ساعديه. هركب يلا. يلا ما انت شاطره اهو. ساعي كده يا امنيه. ما انت شاطره على مهلك يا حبيبتي. انا والله العظيم ممكن تقعي. على مهلك على مهلك. واحدة بس واحدة. بس حبيبتي على مهلك. بالراحه بالراحه خالص بالراحه عشان ما تقعيش بقى. بالراحه جدع. ما انت شاطره يا سوق. يا بنتي يا سوق خدي يلا على الاوضه جوه. يلا ماشي يا ماما. ما انت شاطره اهو جدع. يلا على مهلها جدع. شاطره يا هند جدع شاطره. حاسبي تقع منك يا امنيه. عايز اجر السكوتر ده ام امنيه. بايظ. هو بايظ؟ سوكا قالت لك ايه؟ بايظ. يبقى بايظ. وعايز اجر اللي جنبه. بايظ. هو بايظ؟ سوكا قالت لك ايه؟ بايظ. يبقى بايظ. طب اللي هناك ده بايظ؟ بايظ. وكمان بايظ؟ اه. سوكا قالت لك ايه؟ بايظ. يبقى بايظ. مفيش حاجه شغاله خالص. طب خد يا تعالى. عايز ايه؟ انت مش شغال بتمسح عربيات بره؟ اه. مش ابوك تعبان يلا؟ اه. ايه اللي مخليك جاي تأجر عجل؟ عايز اتفسح شويه. عايز تتفسح شويه. مش ابوك اولى بالعشرة جنيه؟ اه. خد تعالى. الحلقه دي اسمها حلقه ايه؟ طابا. طابا. معاك 10 جنيه تروح للحلاق تقول له انا عايز احلق حلقه رجاله، عايز ابقى راجل، سامع ولا لا؟ تروح دلوقتي الحلاق بسرعه. ده ام امنيه. سوكا قالت لك ايه؟ روح عند الحلاق لحلقه رجاله. يبقى اسمع كلام. ماشي يا ام سوكا. يلا بسرعه. دي مشكله يا سوكا. يا ماما. ايه يا امنيه؟ انتوا ليه ما رضيتوش تاجروا له اي حاجه كده يا ماما؟ بعدين ما فيش حاجه بايظه يا ماما. انا فاهمه ان ما فيش حاجه بايظه، بس اسمعي مني يا امنيه، الولد ده عيل غلبان. أيوة. هيقول لك عايز اجر بنص ساعه، هياخدها 5 ساعات يهلك المكنه ويجيبها لك في الاخر مكسوره، هيديكي 10 جنيه هتصرفي عليها 50 جنيه، صح ولا انا غلطانه؟ وغير كده وكده سكان العماره دلوقتي لو لقونا بنأجروا لعيال بتمسح عربيات وعيال ملهاش اي 30 لازمه، هيعملوا ايه؟ هيقولوا لنا اقفلوا الكلام ده كله وامشوا من هنا.
صح يا ماما كلامك صح. لكن احنا بنأجر السكان العمارة بس يا أمنية. دماغك عجبتني يا ماما. انت اللي زي العسل يا حبيبتي. خير في حاجة ولا ايه؟ بصوا يا جماعة انا بعتلكم على الواتساب عشان في موضوع ضروري لازم اكلمكم فيه. موضوع ايه؟ انتوا عارفين ام سوكا؟ نزلت بنتي عشان تأجر عندها هوفر بورد. البنت طلعتلي من غير الغوايش بتاعتها. على فكرة وبنتي هند كمان طلعت من غير الاستدسار بتاعتها. يعني قصدكم ايه يا جدعان؟ يا جماعه هي لازم نشوف حل في الموضوع ده. ما ينفعش تبقى حراميه وتقعد عندنا في حراميه. حراميه حراميه مين قفاها على الاسم؟ اسمع مني ناخدوها دلوقتي. المفروض ما نسكتش عليها. واقفين وتبعتوا لنا. والله ما هسيبها. استاذ محمود ايه؟ استنى بس يا استاذ محمود بس اهدى بس كده يا استاذ. يا عم من قفاها على الاسم. استنى المفروض ما نسكتش صراحه. ما تبقاش طيب اسمع مني من قفاها. اخذ الحق صنعه. ايوه يا عم تمام. إيه؟ طب تمام وريني اهو. اقول لك حاجه مش انت عايز حاجه تفتكرني؟ طبعا. وانت عايز السلسله بتاعتك ترجع لها. احنا نعمله حاجه حلوه قوي. ايه بقى؟ تمام دلوقتي الست دي انت لو رحت لها هتقول لك ده انا جوزي ميت وانتوا جايين عليا وهتشتكي لك بالفقر منها للصبح وبرضه مش هتعرف تمشيها وهتنكر ومش هتعرف تاخد منها السلاسل بتاعتنا برضه. بنعمله ايه يعني؟ طيب يا جماعه استنوا مش انتوا عايزين حاجتكم؟ في بتاع كده عملت حاجه في العيال. يا استاذ محمد مش انت عايز حاجه؟ مش عايزينها تمشي؟ اه انا همشيها لكم بس بالطريقه بقى. ازاي؟ تمام بنتي مكه اهي زي الفل لابسه سلسله ذهب. حلو الكلام. مكه بنتي هتروح تاجر اي حاجه من عندها واحنا كلنا نقف في الشباك وهنصورها فيديو يبقى معانا اثبات. طيب حتى لو عايز تعمل لها محضر يبقى معاك فيديو تثبته بيه ليه حراميه. والله فكره جميله قوي. ما تجروش يا جدعان اخد الحق صنعه بقى. ايوه كده. وساعتها يا جماعه السلاسل بتاعتكم هترجع والغواش بتاعتكم هترجع. اسمعوا الكلام مفيش حاجه مش كل حاجه استعجال. بص بقى انتوا حضرتك دلوقتي تدخلوا تصوروا من الشباك بتاع الدور الاول وانا وبنتي مكه هنروح نقضي. يا حبيبتي هي تسرق زي ما هي عاوزاه يا حبيبتي. لا حاضر حاضر يا عم محمود. انت تقول على مكه يا جماعه لو هي مش متامنه على حاجاتنا ما ينفعش نامنها على بلدنا. لا والله ما تقعد يا جماعه احنا دلوقتي نعمل الاختبار ده ولو سمحتوا برضه مش عايزين نظلموا حد من قبل ما نعرفوا الحقيقه. طب ماشي. طب ممكن تصوروا من عندي من هنا من الشباك. تمام ماشي يا ريت. تعالوا تفضلوا يا جماعه. انا وبنتي مكه نزور اجار. يلا طب يلا ماشي. يلا يا مكه تعالي. يلا ماما في يا امنيه بتجري كده ليه؟ في كمين معمول لك يا ماما. ازاي؟ هقول لك عليه. تمام قوي. انا خايفه قوي. مفيش بنت يا سوكا. ايه يا ماما؟ تعمليش اي حاجه غير لما اقول لك. ليه يا ماما؟ في كمين. كمين؟ ماشي يا ماما. السلام عليكم. ازيك يا سوكا عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك ست الكل عامله ايه؟ ازيك يا ابو مكه عامل ايه؟ بنتي مكه بس هتأجر ايه بقى يا مكه يا حبيبتي؟ انا عايز اجر الاسكوتر الكهربائي. ايه ده الكهرباء بتعرفي تسوقي؟ اه بتعرفي تركبي كده؟ الله الله يا مكه يا عسل الله. مكه دي بقى حبيبتي بقى بصي نفسي بكام ده؟ بكام ده؟ ب 100 جنيه الساعه. الله اجر لك ساعه ولا ايه؟ ماشي يا بابا. خلاص تمام. بصي بقى انا هخليها تقعد الوقت اللي هي عايزاه وانا اروح اشرب قهوه هنا وباذن الله كده ساعه ساعه ونص كده واجي اعدي عليها اخدها. يا جماعه كده مش المسافه بعيده؟ لا مش بعيده بس كل حاجه واضحه اهي. احنا اهم حاجه بس نشوف مين هيحط ايده على السلسله وياخد السلسله من رقبه مكه. معلش يا ابو مكه يعني ما تزعلش مني بس مكه دي بعتبرها زي سوكا وامنيه بناتي. طب اقول لك حاجه انا مش بامن عليها اللي عندك انت والله. فاهمه والله بس عايزه افهمك حاجه بس ما ينفعش كده تنزلها بسلسله ده تأجر سكوتر. يعني بنتك دي هتاخد دلوقتي السكوتر هتلعب بيه في الشارع هتقابل عيل بتمسح عربيات وهتقابل ناس وحشه كتير هيطمعوا في بنتك. حرام ليه تعرضها للخطر؟ دي حتى لو هتلعب قدامي قلعها السلسله خطر عليها حرام. اقول لك حاجه بناتي ده لو بايديا انا اجيب لهم ده مش هلبسه لكم عشان انا بخاف عليهم وما عنديش اغلى منهم. لو سمحت لو عايزه تأجر من عندي خليها تطلع تقلع السلسله وتنزل براحتها. انا والله خوفا عليها زي بناتي. طب اقول لك حاجه والله والله ده كلامك دوت عين العقل وكلامك دوت فوق وراسي. يلا يا مك حطي الاسكوت نطلع نقلع السلسله بس جدع اللي انت نبهتيني لحاجه انا ما كنتش اخد بالي منها. لا ده يعني اقول لك حاجه ما تعرضوش عيالنا للخطر بسبب سلسله ولا خاتم ولا غويشه. والله ربنا يبارك لك وباذن الله ربنا هيبارك لك في عيالك وعلى فكره انت ست ب 100 راجل. ربنا يكرمك والله عشان واقفه جنب عيالك وبتربيهم وبتعلميهم. ما عنديش احسن منهم. والله العظيم ربنا يبارك لك بجد. ربنا يحفظك. وشكرا يعني والله العظيم ان انت بتخافي على عيالنا.
دي مكة دي زي بنات الاتنين. شكرا يا ماما، بص يا ربنا يخلي لك امنية وسوكا يا رب. بص بقى يا مكة، احنا هنطلع نقلع السلسلة ديت ونزيل على الجار زي ما انت عايزه. ماشي يا بابا. خلاص تمام. على فكرة ماما بتحب مكة جدا. ربنا يخليك ربنا يخليك. وانا كمان بحبها. وانا كمان بحبك يا امنية. والله ولاد سكان العمارة كلهم زي عيالي بالظبط، شرف في عينيا الاثنين. ربنا يبارك في اي وقت بقى طلعي امنيه وسكا يلعبوا مع مكه في البيت فوق. ربنا يخليك بامانه والله عادي. ربنا يخليك يا ابو مكه، ست امينه والله ست محترمه. يكرمك ربنا يا ابو مكه. واي حد هنا يضايق اي حاجه قولي لي على طول. حاضر. انا اخوك هنا والله. ربنا يكرمك يا ابو مكه يا رب. يعني انت تخافوا على عيني واحنا مش هنخافوا عليك انت وعيالك ولا ايه؟ والله العظيم كتير عليا، ربنا يكرمك. ده اللي انت عايزاه والله. انتوا كلكم اخواتي هنا في العمر. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يكرمك. يلا بينا يا مكه نلعب سوا ونيجي. يلا يا بابا. ماما انت دماغك عجبتني قوي يا ماما. ده انا جلجل يا امنيه، ده انا عندي الحس السادسة يا امنيه، بحس كده ان في كمين اروح على طول. نجحنا يا ماما. يس يس يس. عارفين بقى يا بنات دي فرصه جميله جدا، مفيش بعد كده حد من سكان العماره هيفكر يشك فينا مره واحده بس. ليه؟ ما احنا ناس امينه اهو قاعدين ونبهته على السلسله. تعالوا بقى، اخذنا سلسله ويش كل حاجه ناخدوها عمرهم ما هيشكوا فينا ابدا. احنا خط احمر، احنا خط احمر، احنا خط احمر، احنا خط احمر. حبايبي يا بنات، يا ترى ايه يا جماعه حصل مع ابو مكه؟ ايه اللي حصل؟ ابو مكه خير؟ ايه اللي حصل؟ طمنا يا عم. رجعت ليه؟ بامانه انتوا الست دي ظلمتوها. وخلي بالكم اقول لكم حاجه برضه. اتفضل. عشان ديت حاجه تعلموا فيها طول عمركم. دعوه المظلوم وحشه يا جماعه. قلت لكم كام مره ما نحكموش على حد لما نعرفه الاول الصح من الغلط. طب احكي لنا بس بالراحه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل طيب؟ يا عم دي قالت لي بنتك لابسه سلسله حرام. قالت تطلعها قلعها لها الاول. هي قالت لك كده؟ اه قالت لي دي بتلعب في الشارع، في بتمسح عربيات، مش عارف بيبيع شيبسي بيلعب. قالت لي ما تعرفش مين اللي هيقلع لها السلسله. لا والله. انت مش خايف على بنتك ولا ايه؟ يا رب تيجي على قد تسرق السلسله بس. قلت لكم انا قلت لكم ست غلبانه يا جدعان، ما تستعجلوش. بنت يا مكه. نعم يا بابا. تقولي لام كل يوم غدا اللي بتعمله عندنا في البيت تنزل منه لام امنيه وسوكه كل يوم ينزل. حاضر يا بابا. وانا يا جماعه هنزل لك كل يوم عشاء من عندي. يا هند. نعم يا بابا. بعد كده كل يوم ننزلهم فطار. حاضر يا بابا. يبقى يا جماعه فعلا يبقى حد في الشارع يبقى احنا كده ظلمناهم. يا جدعان وانا ليه راتب شهري كل شهر لام امنيه مني انا شخصيا؟ ربنا يكرمها ام امنيه دي زي اختنا. أنا والله أنا من هنا ورايح. انا حاسس ان احنا ظلمناها يا جماعه، وانا ضميري بيأنبني بامانه. يا جدعان ما تستعجلوش يا جدعان، انت مستعجل عاوز تمسك فيها برضه ست غلبانه. واي حاجه على الاسم على الاسم. افهم الموضوع الاول. افهم يا استاذ محمد، افهم الموضوع الاول. ما احنا مش لاقيين السلسله. طيب ما مش كل حاجه ادور عليها عندك. طب انا هدور برضو عندي وحضرتك دور عندك. مش مهندس. واحده واحده مش مهندس. وشوف بنتك لعبت فين في الشارع ولا حاجه؟ مين قابلها؟ حد فعلا في الشارع. وانت غلطان برضو، نزلت بنتك بسلسله ذهب. والله انت اللي غلطان. والله انت اللي غلطان. والله انت اللي غلطان فعلا. الغلط مننا. تعالى يا هند. غلبانة يا عم. غلبانة. غلبانة والله. اسمعوا مني يا عم. دي ست على باب الله عندها بنتين يتامى يا عم. الحمد لله احنا ما قطعناش عيشها. الحمد لله. دي بنتين يتامى يا جماعة. اروح ارضيها يا عم، اروح ارضيها عشان صعبت عليا. ماشي يا عم محمود، امان عليك. السلام عليكم. وانت امان عليك، روح ارضيها انت كمان. حاضر حاضر والله رايحة. تعالي يا تعالي يا روزة. يلا. ماشي يا ماما. يلا يا مكة. يلا يا بابا. مش عارف الظلم ده يا مكة وحش. ازيك يا مصوف؟ ازيك يا صالح؟ ازيك يا أمنية؟ ازيك يا صالح؟ ازيك يا سوك؟ الحمد لله. ازيك؟ عايز اجر السكوتر ده. اتفضل يا صالح. اتفضل. اعلمك يا صالح؟ تعلميني؟ لا، روح اعلمه مسمار احسن. وبعدين ده مسمار مسيح لك في المنطقه كلها، اللي هو بيحبك وانت هتخطبيه. والله العظيم ابدا انا مش بحبه، ده كذاب. برضه هو اللي كذاب. صالح يا ام سوك. هي سوك قالت لك؟ تبقى اساليها هي بقى. ماشي يا صالح. خدي يا ماما. اشمعنى صالح اللي اجرتي له يا سوكا؟ مفيش حاجه يا ماما، غلبان بس. غلبان برضو؟ طب يا سوكا عقلي كده وما تزعلنيش منك. ها ماشي يا ماما. ماشي. والله العظيم يا مسمار يا مصدي يا معفن، انت لا افتح لك دماغك، انا بحبك يا معفن. ماشي.